خليني احكي لكم القرابات بتاعه زياره النبي عليه الصلاه والسلام. لسه سمعاها امبارح منه بتحكي، وانا بحسبها قلب بيت، فهي بتحسبني انا قلب بيت. قلت لها لا مش قلب بيت، بس انا عندي رؤيه من النبي عليه الصلاه والسلام قال سلمان مني قلب البيت. يعني ايه؟ انا بتمحك بالرؤيه دي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. دلوقتي انتوا عارفين اللي بيروح الروضه الشريفه لازم ابلكيشن بينزل وتعملي تسجيل، ماشي؟ يعرفوا الحته دي ضروري عشان ما تروحوا ما تتزنقوش، وتحددي الوقت اللي انت هتبقي موجوده فيه عشان تروحي الروضه الشريفه وتصلي في المكان البتاع اللي هو السجاده الخضراء. معلش، السجاده الحمراء ده المسجد، السجاده الخضراء ده المكان اللي هو الروضه اللي بيصلي ركعتين فيها كانهم صلوا في الجنه ان شاء الله يا رب. فالاخت بتحكي، هي من حمل كتاب الله مع القراءات العشر، فبتحكي الموقف اللي انا هقوله. لسه يا هولي امبارح قالت عماله تعمل في الابلكيشن وتحدد ميعاد، ما بيظبط، عمالت ما مش راضيه تاكل. وبعدين واحده قالت لها الزياره مش من الابلكيشن، الاذن مش من الابلكيشن، الاذن منين؟ من الله عز وجل. فقالت لها روحي بقى وكلك على ربنا. فهي بتقول يعني رحت من غير اي حاجه، وبعدين واحده اللي قدامها فين الابلكيشن ورت لها دخلتها، الثانيه قالت لها انا لسه جايه حالا اهوت، وانا من الكويت. قالت لها من الكويت، يلا عدي. وقامت جايه مدخلاها بدون، تقول لك قعدت من الاول للاخر مع ان في وقت محدد صلينا، وبدات سند للقراءات العشر فرادى وجمع من قلب الروضه الشريفه عند النبي صلى الله عليه وسلم. وقالت لها ان شاء الله بدانا السند عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، والسنه الجايه ان شاء الله هنختم عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه. مين اللي دعاها؟ الله عز وجل. اوعي تكوني فاكره ان الامر احنا امه السببيه. يعني ايه امه السببيه؟ يعني الكون كله قايم على افعل كذا وخد باسباب كذا تتحقق النتيجه. بس احنا مسلمين عندنا حته مش عند الناس الثانيه. هتقولي كده اول البقره الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. مين؟ الذين يؤمنون بايه؟ بالغيب. انا عندي ايمان في موعود الله وفي غيب الله وما عند الله. يعطيكي، اسمعي، بالاسباب. حطي البذره في قلب الارض وحطي ميه تطلع زرع، صح؟ المسلم بيعمل كده وغير المسلم بيعمل كده، هتطلع الزرع. لكن المسلم ياخد ثوابها لان بيطلع خرجها، طلع الخراج والزكاه بتاعها. فالكون قايم على السببيه، لكن احنا كمسلمين هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب اللي هو ايه؟ رب الاسباب. عشان كده كان اسم الله الاول واسم الله الاخر الاثنين اسمها من الاسماء المجتمعه، ما ينفعش يجوا من غير بعض، لازم الاثنين مع بعض. الاول يعطيكي اسباب. فلانه ديت راحت المقرأه فجت مش عارفه، فلانه كده راحت مش عارفه النشاط الفلاني، ده انت سمعتي ان في رحله طالعه فمش عارفه ايه وهنطلع عمره، سبب لك اسباب فعرفتي. ده الاول. اسم الله الاخر ينفعك بالاسباب. تعالى اما اقول لك، ساعات كتيره جدا والله بتبقى اسئله الامتحان معاكي وبيبقى الدنيا كلها معاكي ولا تقول لك مش فاكره. عندهم ملايين الدنيا ومليونيرات بلياردير حتى، ولا ينفعهم الله عز وجل بالامر ده. مش سعدة وبيموتوا منتحرين. ربنا ما نفعهمش بالاسباب. عشان كده الاول والاخر. فاللي حصل مع الاخت عند الروضه ايه؟ رب الاسباب. يعطيكي بدون اسباب، بدون الابلكيشن. يعطيكي مع عكس الاسباب. لا اسمعي، ده يعطيكي مع انتفائها اصلا. ليه؟ هو الرب القادر المقتدر الملك المليك الله عز وجل. ده رقم واحد. رقم اتنين بتقول لك احنا طمعين بقى، دخلنا اول يوم الروضه بقى تقول لها انا ايه؟ قالت لها انا جايه من الكويت. قالت لها خشي. تاني يوم قالت لها بصي اللي قدامنا، بتقول لها تقسمي بالله العظيم ما جيتي هنا امبارح
قالت لها لو حلفتنا احنا ما نقدرش نكذب، المؤمن لا يكذب ابدا. خلاص يبقى ده نصيبنا، ما احناش هندخل. وداخلين وبتقول لك خلاص خلاص الدور جه عليهم. ففي قدام واحده ست تقريبا من ايرلندا او من انجلترا، بتتكلم انجليزي وعجوزه شديده كبيره في السن، وهي على كرسي متحرك. فقالت لها تدخلينا كاننا بنات تكون ساعدت. قالت لهم انتوا بناتي، ادعوا لي قبل الرسول عليه الصلاه والسلام، انتوا بناتي. فدخلت دي حطت كتفها كده، بتقول لك الثانيه دي واحده بيضة قد كده اهو، بيضة وطويله وجسم وفرقع، والثانيه رفيعه خالص وسر، والثالثه دي حمراء ملهاش علاقه اصلا. يعني ما ينفعش اصلا تبقى يعني الام وبناتها ازاي يعني. فبتقول رب الايه؟ احفظي معايا رب الاسباب. فدي حطت ايد هنا ودي هنا ودخلت، ودخلوها من مكان خاص بقى اللي هو الفاضي خالص، ودخلت قدام القبر بتاع النبي عليه الصلاه والسلام صلى عليه. فالست دخلت الناحيه دي اللي على كرسي متحرك، والثانيه يعني ايه قعدت، تقول لك قعدنا بقى وبعدين وصلينا بقى وايه وهيصه. طبعا المكان هناك روحاني جدا. صلوا وادعوا على قد ما تقدروا، وقولوا له يا رسول الله انت اسمك ايه؟ انا شيماء يا رسول الله، وجيت لك من الارض الفلانيه، وارجو انك تشفعلي، تذكرني يا رسول الله واكسري من الصلاه عليه، عرفيه بنفسك، عرفيه بنفسك، هو يسمع عليه الصلاه والسلام.